السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنىكم البنات تكونوا في صحة جيدة وتكونوا منورين ويعطيكم الله ما تمنيتوا في الحياة ديالكم. نهار جديد وفيديو جديد البنات. جيت معكم لهنايا للبشري ولا للمجازة اش ماركت البنات. المجازة كاين هنايا بزاف ديال المواطع كاينين في فرنسا هنايا غير في باري يمكن كاين ثلاثة. هنا في إيل دو فرانس كاين زوج فوالا البنات كاينين زوج البنات وتبارك الله كاين الاشياء فيها رخيصه بزاف الاشياء والخضره ديالها كتبقى طريه تبقى لك زوج سيمانات في النبيره ما كتخسر ما كتعدل ولا والبنات وما كنعدل لا اشهار ما كنهضر لا مع اصحاب المغازا ما كندير لا اشهار لا والو غير كنبارطاجي معكم الحاجه اللي كتعجبني انا واللي كنشري انا واللي كنمشي ديلا انا فوالا. ومع حد السيده طلبتني نصور لها غير المواد الغذائيه وجيت وصورت لها غير المواد الغذائيه البنات. وشكرا على حسن المتابعه ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش اللايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا ونخلي لكم الصوت واضح. فوالا كبير هذايا كيعدل انورو كتخوب ديزنا هذا الكبير البنات. شوفتي كيفاش كتشوفوا الكبير البنات خس بزاف عندهم هنايا. هذا كيفاش كتشوفوه بالزيتون هذا الكاشيخ فوالا حلال الثمن ديالو. وهذايا الكاشيخ 450 غرام 450 غرام كيعطي انوغو البنات انوغو فوالا. هذا سبيسيال اش ماركيت هاهي مكتوب عليه اش ماركيت فوالا 99 سنتيم. هذا اللي عندو لينو دي مغازا اش ماركيت. هذا السلمون ولا فوالا كيفاش كتشوفو كيعدل 89 سنتيم فوالا البنات 4 tranches à 1,29€. اللي بغى يعدل الشيكين فوالا هاهما البنات 7€ علاه دو كيلو دو كيلو حساب 7€. شوف البنانة البنات كي عندهم بنانة زوين عندهم الخضرة كاملة زوينة وكتصبر فوالا البنات كيعدل 1,19€ 1,19€ البنات فوالا ما شاء الله خيرات ربي. حتى الأورونج ولا اللتشين برتقال كيعدل 1,19€ نسي فوالا كيفاش كتشوفوه 1,19€. الفريس الفريس ما شاء الله 3,50€ فوالا 3,50€ البنات ما شاء الله زوين الفريس هنايا كيفاش كتشوفو الباكي. كيفاش كتشوفو هاد لافوكا بالكيلو البنات كيعادل 1,19€ فوالا 1,19€ لهاد بالكيلو. كيلو كيوي ودي حدا هو 1,59€ الباكي البنات الكيلو فوالا كيوي الكيلو كيعدل 1,59€ اجوردوي فوالا اجوردوي. الفلفل عاود حدا هو اش كتشوفو 1,59€
هنا القوق ما شاء الله ولا لا الكوار كيفاش كواحد وكيفاش كيعيط له ما شاء الله انورو ديزنا في البياسه لنا للشو هذا الشو للشو الفرشي الكورا ولا فيها لي بخوموات لابا ولا قنية هذا ما كاينين وهذه فيها لي بخومو للكيلو فوالا كتشوفو مادا مديجا مصدقين هذه دو ساك دو سان كيلو دو دانيو ولا دو بصل كيعدل فوالا انا نخليلكم بخي واضح هاد ميم شوز سان كيلو انا غو ديزناف رقم ديزناف البيض وسي انوغو البلون هذا ما البلون تعادلو 2.99 فرانك السيمول هذا يا كيفاش كتشوفو 5 كيلو انوغو 99 ولا السيمول دي دوبلي هذا الزرع لي بواط جو دي جو بيو البنات كيعدل 4.19 فوالا كاتورو اودي انوغو 29 لو 4 انوغو 29 اوكا هاد كيلو د ان كيلو د هاد البومبو هذا البنات كيعدل انوغو 50 هاد كيلو فوالا العدد نشوف لكم التاريخ نورمالمو كيكون التاريخ عند مزيان هاد الشوفان البنات لي الشوفان انوغو 29 الشوفان كي كتشوفوهم انوغو الباكي ولا هذا سيريال هاد سيريال انوغو باكي فوالا هذا انورو 19 باكي فيها 10 بياس هذا 10 باكي هذا بصغاري انورو 19 البايمي 99 سنتي هاد باكيت الخبز مدورة هنا هذه يمكن نورمالمون كيكونوا فوالا كل وحدة والثمن ديالها شوفو كاينين هداك 10 بياس كاين هاد الخبز هادي البايمي ب باي فوالا انا الفرنساوية ديالي غنسيلو صافي با دومي فوالا القريصات د قريصات البنات هذا مال قريصات ساندويتش 99 سنتيم فوالا كيفاش كتشوفوا البنات هذا اللي بيني ب هذا بيني بالتفاح كيفاش كتشوفوا معمر بالتفاح هذا انوغو 99 وهذا الكريب هذا بي كريب فوالا التاريخ ديالهم دائما شويه بعيد ماشي بعيد بعيد ولكن لو 3 في 3 فوالا لو 3 في 3 هاولا فوالا 3 في 3 انوغو 59 فيها 10 هالكاطو هذا هنايا عندي انوغو لي فوق هنا هاد لا طارتو بوم نصحتكم عاود حتى هي باش كتشوفوها انورو كتخوفا انورو 69 في غوشي باش كتشوفو البنات كيعدل انورو 99 او 10 كورو 99
لكم عاد على هذا القشوع كيفاش انا كيعجبوني القشوع بزاف. كتشوفهم هذا فيه 13 كيفاش كتشوفوهم على هذه الكولور هذا، وفيها الكولور هذا ديروا فيهم اشياء بزاف كيفاش كتشوفو فيهم الشوكولا والبونبو ولا لا كيفاش كتشوفو فيهم حتى تقدروا فيهم حتى الفورماج والبونبو. فوالا دورو ها لي دغاوس هنا عندهم دغاوس البنات 5.99 كيفاش كتشوفوهم ل 1.40 على 2 متر. وهذا كيسان الطين هذا مع الكيسان الطين عاود. البنات وما نطولش عليكم، شكرا على الحسن المتابعه، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك بيجيه اي جديد ديالي. شكرا على الكومونتيرات ديالكم الزوينين وعلى كل شيء ديالكم الزوين، والى الفيديو القادم ان شاء الله.